امي مشان الله فهمينا. لك خلصوا لو بعه ولو خلصوا لو سرحتني شبك ولو كنت رحت لحالي. ها لك شو تروحي لحالك امي؟ انا بوصلك براسي. بس انه كل يوم والتاني رايحة لعند حنان وحنان جاي لعندك، بدي افهم شو الموضوع. ما في موضوع ولا شيء، بس انا وحده حبيتها كثير لهالبنت وحابه هيك اخطب لك اياها. ايه بس امي انا ماني حابب لا اخطب لا اتجوز. ايه ولا بتكون حابب لك شيء وحده هيك وانا ما بعرف. ايه بصراحه انا حابب وحده وما بتخلى عنها نهائيا. ايه عرفني عليها عرفني عليها. ايه معرفك عليها امي بس مو هلا. لكن ايمتى؟ امي هلا بصراحه متوفي اخوها فما فيها تطلع نهائيا. الله يرحمه الله يرحمه. طب ليك بنروح بالعزية. شو العزية امي؟ اخوة الثاني بيعرفني والله بيعلق حمل مشنقتي. ايه ايه بعيد الشر عن علمك بعيد الشر عن علمك حبيبي. مو فداعي مو فداعي من اجل الروحة. خلاص امي ولا يهمك هلا رح وصلك لعند حنان وبنحكي بالموضوع بعدين. ماشي موافقة. بمعيتك خلاص. ايه مات ما بدك نسهر سوا. اهلين عمي اشرف الله معك الله معك. تعال 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 حبيبي قلبي. أهلين أمي. مرحبا. مرحبا. شبك ولا؟ كأنك شايف لك شي شوفة شو صار لها؟ ما فيش أمي بس تفاجأت منكم جاي بدون ما تخبروني. تفضلي تفضلي. ولك لا تتفاجأ لا تتفاجأ. هيك قالت لي حنان مشي نروح لعند تمي. قلت لي إيش وعلي وبدون ما نحكي معك لأنه شو؟ قالت لي بتكون مشغولة كتير كتير. فجابتني وإجينا لعندك. شرفت كيف؟ هيك وين ومنزل؟ ليش بدك شيء؟ اي بدي هذا الاسبريسو وهيك. ايه على حيني وراسي يا منذر. منذر يا منذر منذر لك ايه بدي اي شيء؟ اسلموا. رجيله طيبه كثير كثير. صحة امي صحة. عقلبك. الاسبريسو كمان طيب. خلصي يا جملة واحدة ثانية. ماشي. شوف تمي انا اليوم أكلت من طبخات حنان، أما شو طيب أكلها غير شكل. يسلم إيديكي. كأنك اليوم مع بعضك. أنا؟ لا لا بس مشغول بالي شوي والله الشيف عندي بده يترك وما عم لاقي واحد بداله. أه؟ هاي حنان؟ آه؟ إيه ما بتزبط. قصدي إنه المحل عنا هون بس أكل غربي. أصلاً أنا ما بعرف أطبخ طبخ غربي. حان أزمكم بدي أوصل على المطبخ شوي بس عندي شغلة. ماشي. يا الله منك ليه حطيتني بهالموقف؟ شفتي شلون ما بده ياني؟ لك شبك شبك ابني بيطير عقله فيكي لك شبك بس هو مدري شو بيصير له أحياناً. يا فواز يا حبيبي أنا ما خطبت. طب انت مين قال لك؟ امي هيك قالت لك يعني؟ طيب اخي خلص مثل ما بدك بعدين بنحكي بس انت روق فهمني منيح بعدين. امرك امرك اخي امرك الله معك. لا هي اكيد مؤامره. اكيد هي مؤامره على المؤاخذه يعني مع اني ما بعرف شو الموضوع بس اني حاسس انه في مؤامره عليك. هلا اذا كان الموضوع اجتماعي انا ما دخلنيش بس إذا الموضوع بيتعلق عفواً عدم المؤاخذة أنت زلمي عندك محل طويل عريض يعني لعين عليك. لذلك إذا حدا بده يشلحك المحل أنا يا برضاش أنا يا إذا أنت بتتخلى عنه أنا برضاش. منذر لازم تقاتل منذر إثنانك شو خير فوت لجوا. ليش؟ اليوم ما بدي أشوف وشك بالصالة بنوبة. ليش؟ عم لك فوت لجوا وصلت معي لهون. ها فوت طول بالك خلص فوت خلص منذرك بس ما تعصبش عن إذنك. نعم هي امي حببت الحنان كثير وقالت لك يعني انا بدي اروح اشوف طلبات الزباين. تفوت من وين بدي اتحمل لا اتحمل شو بتضلني جوا طول النهار انا